الحقيقة هي من الدورات المهمة جدا والغنية بمواضيعها، حتى اللي عنده معلومات، حتى اللي عنده باع طويل بالصحافة أيضا يستفاد من هذه الدورات، بسبب أنه دائما أكو مواضيع جديدة، دائما أكو نشاطات جديدة، دائما أكو معلومة ولو على الماشي نقولها، لكن هي تكون مكسب إلك. مكتب حقوق الإنسان بشكل عام سبع عراق جزء من بعثة تسونامي وهي بعثة مساعدة لحكومة العراق، لكن مكتب حقوق الإنسان الفرق بتاعته في فريق متخصص في حقوق المرأة، فريق متخصص في الأقليات، فريق متخصص في حقوق الطفل في النزاعات المسلحة. شخص عرف نفسه منكم يعني ممارسين المهنة ومحررين ومراسلين، فإن شاء الله يعني ورشة مثمرة وتبادل ليش لا تبادل الأفكار. ورشة اليوم بس أنا حابة يعني باستذكار سريع لي أو تعرفوني من نفسكم يعني. أخذ من الخبر لكن على شكل أكثر موسع ومفصل في مصادر أكثر. كثيرة عن التقرير، والهدف الأول من التقرير الخبر آني ما يتحمل أجيب، بينما التقرير هو دراسة. المؤسسات الأمم المتحدة إدارياً وأيضاً ينطوي تحت الأمانة العامة في شيء اسمه مفوضية العليا لحقوق الإنسان، هذه تأسست بال 2006. الورشة جدا مفيدة جدا مهمة، طلعنا على كثير من الأمور يمكن اللي كانت غايبة عنا، شلون نضمن حقوق الإنسان، شلون نضمن حقوق المرأة، شلون نضمن حقوق الطفل ضمن العمل الصحفي والإعلامي. نتمنى أنه دائما تقام هيك ورش على مدة يستفادون أكثر عدد ممكن من الإعلاميين والإعلاميات. شكرا جزيلا. أشوفها شيء إيجابي بأكثر من زاوية، أولا زيادة معلومات، يعني أنا كصحفية اشتغلت محررة أخبار فنية ثقافية، لكن في هذه الورشة تعلمت أكثر موضوع التقارير، تفاصيل أكثر عنها، الاتهام في تطبيق القانون، التراخي في حصول المجرم على العقاب، كذلك سهولة اختراق الحدود والفساد المالي المستجري بالبلاد.